إن شاء الله راح نتكلم عن مضاعفات الأمساك. لا طبعاً لا يعتبر الأمساك مرض خطير، ولكن امتداد مدة يعني امتداد مدة الأمساك لفترة طويلة ربما يؤدي لحدوث بعض مضاعفات هذا المرض، وأيضاً مضاعفات بسبب ارتفاع الضغط الداخلي للجو في البطن، وبالتالي من يعني من الممكن أن تسبب البواسير بكثرة، وأيضا ممكن تسبب دوالي الصفن في الخصية عند الذكور، ممكن تسبب أيضا فتاق، بعض الفتق. هذا الافتاق ممكن يكون عربي أو سري، وأيضا ممكن يسبب صداع كثيرا في النصف الرأس أو الخلفي من الرأس، الجزء الخلفي من الرأس. وأيضا ممكن تحصل بعض المضاعفات بسبب يعني تخرش الغشاء المخاطي للشرج أو المستقيم يعني بواسطة البراز الصلب، وهو نوع من أنواع التجريح المنطقة. وأيضا البواسير هي أحد أسباب الأمساك المتكررة في جميع البشر. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.